رحيم، النهارده هنتكلم عن شابتر اسمه الاكسترا اورال فيلم اند الاكسترا اورال تكنيك. ايه الحاجات اللي هنتكلم عنها في الشابتر النهارده مع بعض؟ الاكسترا اورال فيلم، نتكلم عن ايه الاستراكشر بتاعه، عباره عن ايه. احنا اتكلمنا عن انترا اورال فيلم، خلاص نتكلم عن اكسترا اورال فيلم. البلين اكسترا اورال بروجكشن والبانوراميك ايمجينج، تمام. طيب الاكسترا اورال فيلم والبلين اكسترا اورال بروجكشن يعتبروا حاجه يعني واحده. هنتكلم هنا عن الشكل او بيتكون من ايه، وهنا عن ايه التكنيك اللي بتاعتنا. البانوراما دي حاجه ضفناها معانا كمان، مش هنتكلم، لازم نعرف البانوراما وشويه كلام خفيف عليها. طيب الاكسترا اورال فيلم، الاكسترا اورال فيلم ده يا جماعه ده الفيلم از بليسد اوتسايد ذا ماوس. ليه؟ احنا عندنا في انترا اورال فيلم وفي اكسترا اورال فيلم. بقول لك اكسترا اورال، اذا ده الفيلم بيتحط فين؟ اوتسايد، زي ما خارج الماوس، ديورينج الاكس راي، وانت بتعمل اكسبوجر. الطبيعي انت لما كنت بتعمل اكسبوجر في الانترا اورال فيلم كنت بتحط الفيلم بق العيان، هنا بقى هتحطه اوتسايد ذا ماوس، يعني ايه؟ بخارج بق العيان، تمام. طب الاكسترا اورال ايمج ده بيستخدم في ايه؟ قال لك اول حاجه، انا مثلا عندي جزء كبير جدا من السكال او الجو عايز اشوفه، اكيد مش هروح اشوف الانترا اورال فيلم، اكيد حاجه اكسترا اورال فيلم عشان توريني جزء مثلا من السكال، عندي مثلا فراكتشر في السكال، عندي مثلا كسر مثلا في الكوندايل بتاع، عندي اي حاجه عايز اشوف الجو او السكال اشوفها من دي. طب ثاني حاجه، مثلا واحد مثلا مش قادر ان هو يفتح الاوبن ماوس، عنده مثلا مشكله مثلا في الفك مش قادر يفتح ان ابريتو اوبن ماوس، فبيستخدم برضو الاكسترا اورال فيلم، تمام. طيب الاكسترا اورال فيلم عندنا في منه نوعين، في نوع اسمه سكرين فيلم وفي نوع اسمه نون سكرين فيلم. نوع السكرين فيلم ده يا جماعه ده ماجورتي اوف الاكسترا، يعني ده اللي بيستخدم، ده معظم الناس شغالين عليه. السكرين فيلم ده يا جماعه بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عنده حاجه اسمها انتنسيفاينج سكرين، حاجه اسمها انتنسيفاينج سكرين، تمام. هنا يا جماعه بيبقى فيلم اهو، ده الفيلم اهو يا جماعه، او الفيلم اهو، ومتحوط من فوقيه انتنسيفاينج سكرين ومن تحتيه انتنسيفاينج سكرين، عامل شبه الساندوتش، تمام. اللي في النص الفيلم وانتنسيفاينج سكرين من فوق وانتنسيفاينج سكرين من تحت. فقال لك الفيلم ده بيتحط بتوين تو سبيشال انتنسيفاينج سكرين، تمام. طب وده كله اللي هو الانتنسيفاينج سكرين الاثنين، والفيلم ده كله بيتحط جوه حاجه اسمها الكاسيت. هشوف الصوره، بص كده، نبص مع بعض اهو، ده الانتنسيفاينج سكرين اللي هو ده الانتنسيفاينج سكرين، وده الانتنسيفاينج سكرين، وده الفيلم نفسه. الفيلم المفروض ان هو بيتحط في النص، يعني المفروض الفيلم بيتحط كده، المفروض نزق ده شويه يتحط نقفل كده، تمام. طب شايف الاسود ده اللي هو الغشاء اللي بره ده اسمه الكاسيت. يبقى انت عندك كاسيت، اتنين انتنسيفاينج سكرين، وبيتحط في النص الفيلم، تمام. ده يا جماعه مين؟ ده السكرين فيلم بتاعنا، تمام. وبيبقى يا جماعه السكرين فيلم ده سنسيتيفلي الفلوريسنت لايت، نوع من الضوء اسمه الفلوريسنت اللي هو الضوء المشع كده، فلوريسنت لايت، ده السكرين فيلم. طيب وركز معايا، السكرين فيلم ده سنسيتيف لمين؟ للفلوريسنت لايت. طب النون سكرين فيلم بقى، هنا بقى مش محتاج انتنسيفاينج سكرين، امال ده ايه يا جماعه؟ ده امال هنا يعتبر يا جماعه سنسيتيف ليه؟ للاكس راي على طول. ده يا جماعه بيعمل لك دايركت للسنسيف الاكس راي على طول، مش سنسيف للفلوريسنت لايت، ده ملوش دعوه بالفلوريسنت لايت اصلا. النون سكرين فيلم، كلمه نون سكرين يعني ما فيهوش انتنسيفاينج سكرين، ده يبقى سنسيف للدايركت والاكس راي على طول. هنا سنسيف للفلوريسنت لايت، وركز معايا، سنسيف للاكس راي على طول. اهو السكرين فيلم ده عباره عن، ده بيتحط زي ما احنا قلنا سكرين فيلم، ده بيتحط بتوين تو سبيشال انتنسيفاينج سكرين، ان كاسيت، ده كله قاعد جوه كاسيت، تمام. السكرين دي بتحول اهو الاكس راي انتو لايت، السكرين فيلم ده بيقوم واخد الاكس راي بتاعتك محولها لايت، تمام. واللايت ده من تبعيته، قال لك ويتش انتر، من تبعيته هيعمل لك اكسبوز، هيظهر لك الفيلم بتاعك. زي ما احنا قلنا يا جماعه السكرين فيلم سنسيتيف ليه؟ للفلوريسنت لايت، تمام. rather than direct exposure to، يعني مش sensitive للإكس راي على طول، لا sensitive للفلوريسنت لايت، تمام. طيب نون سكرين فيلم عباره ده يعتبر برضو اكسترا اورال فيلم، doesn't، هنا مش محتاج انك تستخدم السكرين بتاعتك للاكسبوجر، تمام. ده على طول اكسبوز دايركت للإكس راي على طول، صح. طيب هنا يا جماعه، هنا يعتبر الايمج هتبقى سنسيف ايه؟ هنا زي ما احنا قلنا سنسيف للدايركت الاكس راي، بيقول لك ايه؟ عن الفلوريس، يعني هي مش سنسيف للفلوريس، يعني سنسيف للدايركت اكس راي، تمام. طيب عيب النون سكرين يا جماعه ان هي بتبقى محتاجه مور اكسبوجر تايم، محتاجه وقت كبير جدا، تمام، عن السكرين فيلم، فده يعتبر عيب. عشان كده نوت ريكومندد لينا احنا نستخدمها في الطب، في طب الاسنان او في الاشعه بتاعه الاسنان، عيب كبير جدا.
تمام جميل جدا. طب كده خلصنا اسمه ده اللي اسمه انتفاينج سكرين او نتكلمنا عن المكونات بتاعه. تعالى نتكلم عن مكونات كل واحده لوحدها. عندنا الاكسترا اورال فيلم عباره عن ثلاث حاجات، حاجه اسمها الانتنسفاينج سكرين، الكاسيت، الفيلم. اول حاجه الانتنسفاينج سكرين. الانتنسفاينج سكرين ده عباره عن زي ما قلنا انتهاء حاجه كده بتحول الاكس راي انتو فيزيبل لايت. ركز معايا، بتقوم عامله ايه؟ بتقوم محوله الاكس راي بتاعتك لفيزيبل لايت. تمام. طب قال لك ذا فيزيبل لايت انترن اكسبوز للسكرين فيلم. في الوقت ده انت لما تجيب الاكس راي وتبدا تدي للفيزيبل لايت، الفيزيبل لايت دي بتتحول تديك الفيلم بتاعك. تمام. تاني يا جماعه، اتوقع في رسمه هنا اهو، ده الاكس راي بتاعك. طبعا ده الاستراكشر بتاع الانتنسفاينج سكرين، ده كله انتنسفاينج سكرين، عشان الانتنسفاينج سكرين فيه منه كمان اجزاء. فالاكس راي ماشي اهو، بتقوم واخده الاكس راي ده، بص كده، بتقوم واخده الاكس راي ده وتقوم محولاه، بتبقى سنسبل اللي تقوم محولاه لفيزيبل لايت عندك. يبقى تقوم واخده الاكس راي، بص هنا بتقوم واخده زي ما قال لك اهو، بتقوم واخده الاكس راي بتحول لك الاكس راي بتاعك لفيزيبل لايت. اللايت اللي هو الفيزيبل اللي هو الضوء المرئي ده، الضوء المرئي ده يقوم مودي لك السكرين، موريك شكل السكرين. لو جيت تبص على الانتنسفاينج سكرين ده، في عباره عن حته بلاستيكيه رفيعه كده شيت، تمام، بتبقى متحوطه بكريستالات زي ما احنا قلنا اسمها فلوريسنت كريستالات. نوع الكريستالات، ما هي بص يا جماعه هي حساسه للفلوريسنت لايت، اذا هي عندها كريستالات اسمها فلوريسنت كريستالات، سمينا الكريستالات دي فوسفورس. اذا الانتنسفاينج سكرين بتعمل ايه؟ بتحول لك الاكس راي عندك لفيزيبل لايت، والفيزيبل لايت ده اللي هيوريك الفيلم بتاعك. تمام. طب عباره عن ايه؟ عباره عن بلاستيكيه سموز خالص كفلي عليها كريستالات. الكريستالات دي اسمها فلوريسنت كريستالات. طب الفلوريسنت دي سوري يا جماعه، ده مش اسمها، هي عندها نوع من الكريستالات اللي هي الفلوريسنت كريستالات، بنسمي بقى الحته دي كلها الفوسفورس. فقال لك وين اكسبوز؟ لما يجي عليها الاكس راي، قال لك ذا فوسفورس فلوريسنس ديت، الفوسفور ده اللي هو المشع ده بيحصل له فلوريسنس اشعاع ويبدا يديك الفيزيبل لايت. طب بيديك يا جماعه الانتنسفاينج سكرين بتديك الفيزيبل لايت على هيئه لونين، ممكن تديك لون ازرق او ممكن تديك لون اخضر. اذا تاني، الانتنسفاينج سكرين بيحول الاكس راي بتاعتك لفيزيبل لايت. حلو. الفيزيبل لايت ده يقوم عامل لك الفيلم بتاعك. عرفنا ان هي بلاستيكيه عندها كريستالات، واهم حاجه في الكريستالات، الكريستالات بتبقى فلوريسنت مشعه دايما، سميناها فوسفور. لما يقع الاكس راي على الكريستالات دي، الكريستالات دي تشع، تلونها تبقى مشعه قوي، فلما تشع قوي تطلع لك ضوء كده مرئي. الضوء ده بيبقى يا ضوء اخضر يا ضوء ازرق. تمام. فهو اكس راي نزل، هي بتقوم محوله الاكس راي بتاعتك لاشعاع يا ضوء اخضر يا ضوء ازرق. يبقى الفوسفور موجود في الانتفاينج سكرين بيعمل بيميت بيطلع الفيزيبل لايت لما يخبط في الاكس راي فوتو. تمام جميل جدا. طيب مكونات الانتنسفاينج سكرين، قال لك لو جيت تبص على الانتنسفاينج سكرين فهي عباره عن كم مكون؟ اربع مكونات: بيز، ريفلكتيف لاير، فوسفور ودي طبعا اللي هي الكريستالات بتاعتنا، والبروتكتيف. اول حاجه البيز. اولا اهم حاجه عايز احميها مين؟ ايه اهم حاجه عايز احميها؟ عايز احمي دي اهم طبقه، دي اهم طبقه عندي في الدنيا كلها في الانتنسفاينج سكرين. فاذا يا جماعه فايده البيز وفايده البروتكتيف الاثنين دول ان هم يحمي لك الفوسفور. فبقول لك البيز ده يعتبر ميكانيكال سبورت، حمايه ميكانيكال سبورت للفوسفور، احمي الفوسفور. خلصنا من البيز. طيب دلوقتي يا جماعه الاكس راي ماشي، مش ممكن والاكس راي ماشي واحده تمشي كده واحده تمشي كده واحده تقوم راجعه تاني، الاكس راي ممكن تتفرق هنا صح؟ طب فايده الريفلكتيف لاير بقى ده ان هو ايه؟ انترسبتيف لايت هيدد ان اذر دايركشن اند ري دايركت ات از ان ذا فيلم. يعني ايه يا جماعه؟ دي يا جماعه انترسبت يعني بتقابل للضوء، اي ضوء نازل بتقوم موقفاه كده وتبدا تعمل ري دايركت ات ذا فيلم، يعني تخلي اي ضوء رايح كده او كده لا كل الضوء يمشي كده. عارف يا جماعه بتجمع كل الضوء، اي ضوء رايح يمين او شمال تعالى لي انت رايح فين، كل حاجه ترجعها زي ما كانت. تمام. يبقى لازم جدا تكون عارف. يبقى تاني يا جماعه هي بتعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا يا جماعه بتعمل حاجه اسمها انترسبت، يعني كلمه انت بتوقف، بتعترض، بتوقف قدام الضوء اللي جاي ده اللي لايت هيدد، الضوء اللي كان جاي توقفه. اي يعني توقفه؟ يعني رايح يمين رايح شمال تجيبه من قفاه وتعمله ريدايركت، كله يمشي هنا كده، كله يروح على الفوسفور. فايدة الفوسفور هي اللي بتمتص الاكس راي وبتحوله لفيزيبل لايت كان لونه اخضر او ازرق. طب فايدة البروتكتيف برضو بتعمل لك، دي يعتبر ميك اسكرين ريزيستنس، مقاومه للانتنسفاينج سكرين او مقاومه للفوسفور بتاعنا. من ايه بقى؟ قال لك من مثلا من الابراجن، من مثلا اي دامج حصل بالهاند، يعني هل من وانت شغال بايده مثلا وانت ماسكه بايدك وقع من ايدك، اتجرح مثلا بصبعك، باي حاجه من الحاجات دي كلها يحميها. تمام جميل جدا.
طب انواع الانتنسيفاينج سكرين عندنا نوعين، نوع اسمه الكونفينشنال كالسيوم تانجستيت سكرين ونوع اسمه الرير ايرث سكرين. الكونفينشنال كالسيوم تانجستيت سكرين ده يا جماعه اللي شغال عندنا كلنا، وده اللي معظم ده الحاجه كونفينشنال، ده اللي موجود عندنا في كل الناس شغاله بيه، تمام. طيب ده يا جماعه بيطلع لون الضوء لونه ايه؟ هنا الفيزيبل لايت يبقى لونه ازرق. النوع الثاني الرير ايرث سكرين، هنا الفوسفور عنده نوت كوملي فاوند ان ذا ايرث، ما بيكونش موجود قوي في الكوكب الارض، معلك يعني هنا، تمام. هنا بتطلع من اخر ضوء، هنا ضوء جرين، تمام. بيقول يا جماعه الرير ايرث انتنسيفاينج سكرين ده ار مور افيشنت، تاثيره احسن بكتير، تمام. ايه ليه، ايه المميزات اللي عنده يا جماعه؟ قال لك يعتبر يا جماعه، وركز معايا ركز معايا، الرير ايرث سكرين ريكواير ليس اكس راي اكسبوجر، اهم كلمه عندي، ما بيحتاجش ان انا اعرض العيان لاكس راي كتير عن الكالسيوم تانجستيت. الكالسيوم تانجستيت بنعرض العيان لاكس راي كتير، فتعتبر يا جماعه، وغير ان هي اسرع كمان، الاكس اللي هو الرير ايرث سكرين اسرع كمان، تمام. جميل جدا. طب تاني نوع عندنا حاجه، تاني حاجه اسمها الكاسيت، والكاسيت ده يعتبر جهاز، تمام، بيستخدم ان هو هولد، بنحط جواه الاكس راي فيلم والانتنسيفاينج سكرين، تمام. الكاسيت ده يا جماعه بيبقى فيه منه سايزز كتير على حسب اسمه ده السكرين سايز بتاعتك، تمام. طيب فايه الكاسيت عندك؟ في كاسيت بيبقى فليكسيبل وفي كاسيت بيبقى ريجيد. الفليكسيبل هو شبه ده كده، ده فليكسيبل. طيب ايه اللي افضل تتوقع، الكاسيت الصلب ولا الفليكسيبل؟ اكيد الصلب. الريجيد كاسيت از مور اكس واغلى كمان. ليه يا جماعه؟ لانه يا جماعه لاستر لونجر ذان داز اوف ذا فليكسيبل، يعني بيعيش معاك فتره اطول. فالريجيد كاسيت اولسو كمان بيتر ان هو بيحمي السكرين بتاعتك من اي دامج يحصل. شويه كلام نظري يعني، تمام. هو ده فكك من الارقام دي، 5 12 ايش معاك يعني، تمام. جميل جدا. بلين اكسترا اورال فيلم بروجكشن، هنا بقى هنتكلم على البروجكشن او التكنيك، كلمه بروجكشن او التكنيك بتاع الاكسترا اورال فيلم. مبدئيا كده احنا كده سمينا كلمه بلين، ليه يعني ايه كلمه بلين؟ ما كنا قلنا اكسترا اورال فيلم بروجكشن رايحنا دماغ اهلنا كلنا. بلين يا جماعه معناها ان التكنيك اللي احنا بنستخدمها كلها تكنيك على الواقف. يعني ايه؟ يعني يا جماعه الاكس الجهاز نفسه واقف، الجهاز نفسه ما بيتحركش، انت بتتحرك، الجهاز نفسه ثابت. بلين اكسترا اورال فيلم، اكسترا اورال فيلم الجهاز نفسه ثابت، انت اللي بتتحرك حضرتك، تمام. الاكسترا اورال ايميجنج از يوز ان تشوف فيو لارج اريا، مساحات كبيره من الجو والسكالا، زي ما انا قلت لك ده هنا بتشوف اكسترا اورال، تمام. قال لك افاريتي اوف بروجكشن، مختلف التكنيكات بنستخدمها في الاكسترا اورال ايميجنج. هنشوف التكنيك كتير قوي مع بعض، وكل واحده اند تشويس اوف بروجكشن ديبند اون وات انفورميشن از نيد. يعني قال لك اختيارك للبروجكشن للتكنيك بيعتمد على ايه الانفورميشن انت عايزها. مثلا عايز اصور مثلا قفايا، هستخدم تكنيك مختلف. مثلا عايز اصور مثلا مثلا فاضل عايز اصور مثلا الماكسيلاري ساينس، عايز اصور مثلا الزيجوماتيك بون، كل تكنيك بيكون مخصص. بص كل تكنيك هيديك عظم كتير، هيصور لك عظم كتير، بس كل تكنيك مخصص لعظمه معينه هيظهرها قوي. هنفهم دلوقتي واحنا بنشرح مع بعض، تمام. عندنا في حاجه لازم تكون عارفها، حاجه اسمها فرانكفورت بلين. ايه فرانكفورت بلين ده يا سيدي؟ بيقول لك فرانكفورت بلين اعمل خط، خط ده بينوين مين؟ قال لك ابلين اكستند فروم ذا بوتوم اوف ذا اي، يعني ايه؟ نهايه العين اهو، من نهايه العين لغايه التوب بتاعه الاير، ده اسمه فرانكفورت بلين. فقال لك ابلين اكستند فروم ذا بوتوم اوف ذا اي سوكت تو ذا توب اوف ذا اير، تمام. ده لازم لازم ده، او مش لازم، هو دايما بيبقى موازي للفلور، يعني دي الارضيه دايما موازي للارضيه اهو، افتكر دايما ان هو دايما بيبقى موازي للارضيه، تمام. جاي من حاجه اسمها فرانكفورت بلين، هنقوله كتير قوي النهارده. طيب ايه بنستخدم انت الاكس اورال فيلم؟ تتوقع كده عشان اي حاجه، اي حاجه لارج اريا، ايفالويت لارج اريا، مساحات كبيره في السكال، مثلا مناطق كبيره جدا في التيمبر مانديبولار جوينت، مناطق كبيره في الجو عندك. نشوف مثلا يا جماعه جروث والديفلوبمنت، مثلا دي حاجه في الاورثو، مثلا انا دكتور الاورثو مثلا محتاج الاكس اورال ايمج معايا ليه؟ عشان اشوف الجروث والديفلوبمنت بتاعت الشخص ده، اصل مش هروح اشوفها مثلا بالبري ابيكال مثلا فيلم، في قصدي نشوف يا جماعه لو في امباكت تيس محشوره تحت خالص، ما الاكس رول هو الفيلم، الاكس رول الفيلم كبير فهيوريك الامباكت تيس المحشوره تحت. نشوف الامراض السيست تيومر، اي حالات بتحصل في الجو. نشوف يا جماعه كمان امتداد الورم، مثلا عندي ورم مثلا نشوف امتداده لغايه فين، ما اكيد مش هشوفه بالانترا اورال فيلم. وكمان لو واحد عنده مثلا تروما نبدا نقيمها، والكلام ده كله الاكس رول فيلم كبير. الاكسترا اورال فيلم يا جماعه او بروجكشن تكنيك ده بنقسمه لثلاث حاجات: لاترال جو ايمجينج، سكال ايمجينج، تيمبرومانديبولار جوينت ايمجينج. نبدا نتكلم على اول حاجه عندك اللاترال جو ايمجينج. في اللاترال جو يعني هنا كلمه لاترال يعني ايه؟ يعني هنا هنصور بالجنب. طالما هتصور بالجنب، لو قلت لك في الامتحان هتصور لي بالجنب، اذا ما هتفكر في حاجتين، يا البادي اوف ذا مانديبول يا الريموس اوف ذا مانديبول. يعني فاضنا تاني، بص اهو ده المانديبول اهو،
فالبادي اوف ذا مندبل اللي هو ده يا الريموس اوف ذا مندبل. يبقى تاني لو قلت لك صور لي باللاترال خلي العين وشه يمين او شمال هتصور حاجتين يا البادي اوف ذا مندبل يا الريموس اوف ذا مندبل. نبدا اول تكنيك عندنا البادي اوف ذا مندبل. عايزين نصور البادي اوف ذا مندبل. بص كده يا سيدي في البادي اوف ذا مندبل انا خليت العيان يعمل ايه؟ خليت العيان ده الفيلم اهو وده ايده اهي عشان لو انت شايف خليت ايده تمسك الفيلم تمام وقلت للعيان بص كده الفيلم على جنبه اهو وقلت للعيان ميل زاويه 15 درجه براسك تمام على الفيلم تمام وجبت الكون من هنا اهي وصورت تمام. طب تتوقع كده يا جماعه انا هنا ركز معايا انا هنا اللي كنت عايز اقول ايه الله ينسيت انا هنا الانديكيشن هكون عايز اصور ايه. انا لسه بقول لك هنا ايه انا بتكلم على ايه قال لك انت بتتكلم على البادي اوف ذا ماندبل. اذا انت الحاجه اللي عايز تصورها هنا عندك ايه انا عايز اصور البادي اوف ذا ماندبل تمام. يبقى هنا محتاجه اصور البادي اوف ذا ماندبل بس مش محتاجه اصور الريموس طبعا هي الناحيه الثانيه المفروض. بص يا جماعه طب اسالك سؤال الفيلم دي هتصور الجزء ده من الماندبل ولا الجزء ده من الماندبل؟ لا هتصور الجزء ده. اذا الراسي بيتميل ناحيته ده الجزء اللي انا عايز اصوره يعني عايز اصور الجزء ده يا جماعه اللي هو الجزء الناحيه دي لو مش الناحيه دي لا بص كده مش دي الناحيه اللي عايز اصور انا عايز اصور الناحيه دي. فاذا حطيت الفيلم ناحيه الناحيه اللي عايز اصور فيها عشان اذا انا بميل راسي ناحيه الحته اللي عايز اصورها تمام. طب اي تكنيك ما هتبص هنا كميه تكنيكات رهيبه اي تكنيك من هندرسهم ده هندرس فيه اربع حاجات. الانديكيشن بستخدمه ليه مع ايه اول حاجه بحط الفيلم تاني حاجه بتكلم عليها بحط الفيلم ازاي تالت حاجه بتكلم عليها بحط راس العيان ازاي رابع حاجه بحط البيم بتاعي ازاي. اول حاجه بانديكيشن ليه بستخدمه انا لسه بقول لك بادي اوف ذا ماندبل اذا ده عشان اقيم اي امباكت تيس اي سنه محشوره اي فراكتشر اي ورم اي حاجه تحصل في البادي اوف ذا ماندبل ده الانديكيشن. طب بحط الفيلم ازاي؟ قال لك الفيلم او الريسبتور هو الفيلم از بليز ات اجينست البيشنت تشيك بنحطه على خده مش انا قلت لك لسه حاطه على خده دلوقتي تمام اند از سنترد اوفر ذا بادي اوف ذا ماندبل. قال لك حطيناه عند البادي اوف ذا ماندبل. بص كده هي حطاه عند البادي اوف ذا ماندبل او هنا بص كده هنا اهو بص حطه عند البادي اوف ذا ماندبل تمام جميل جدا. طيب قال لك هنا الريسبتور اللي هو الفيلم must also be positioned parallel with the body of the mandible. بص كده هنا لازم يا جماعه يعني انت المفروض هي بتبقى ماشيه موازيه للبادي يعني body of the mandible بتبقى موازيه ليه يعني مش باينه هنا قوي بس ممكن تبقى باينه هنا باينه شويه. ده البادي اوف ذا ماندبل المفروض البادي اوف ذا ماندبل ماشي كده هي تعتبر ماشيه مع موازيه للبادي اوف ذا ماندبل يعني ليه يا جماعه عشان انت باصص لي ما انت باصص بالجنب فكونك انك باصص بالجنب كان الاثنين موازيين لبعض تمام كونك انك باصص بالجنب الاثنين موازيين لبعض جميل جدا. يبقى اتكلمنا على الانديكيشن اتكلمنا على الفيلم بليسمنت تمام جميل جدا. طب يبقى احنا قلنا يا جماعه لازم تبقى موازيه للبادي اوف ذا ماندبل. فهنا يا جماعه البيشنت ماست هولد ذا ريسبتور ان بوزيشن يعني ايه هنا البيشنت يا جماعه اللي بيمسكه في ايد بايده هنا البيشنت اللي ماسكه بايده فلازم يمسكه في البوزيشن بتاعه صح تمام. طب الهيد بوزيشن هنا يا جماعه الراس ايه اللي حصل لها مالت هنا الهيد استبد مالت حوالي 15 درجه ناحيه ايه السايد اللي انت عايز تشوفه تمام. طب التشين اللي هي الدقن بتبقى اكستندد اند اليفيت. بص الدقن هي تبقى طالعه لقدام شويه بتبقى بتقول له كده طلع دقنك لقدام شويه تمام. طب اخر حاجه البيم اللي هي جايه دي قال لك البيم لازم يا جماعه السنترال ري از دايركت تو ا بوينت جاست بلو الانفيرور بوردر يعني بتبقى يا جماعه بص كده الضوء كانه ماشي بص تحت الانفيرور بوردر اوف ذا ماندبل تحس ان هو ماشي تحت بص ده الانفيرور بوردر اوف ذا ماندبل تعتبر ماشيه تحتيها صح مش هي جايه من تحتيها اهو جايه من تحتيها. فقال لك اللي بتبقى السنترال لاي از دايركتد تو ا بوينت نقطه تحت البلو انفيرور بوردر اوف ذا ماندبل تمام. بقول لك ايه اون ذا اذر سايد يعني ما حطيناش البيم هنا اللي حطيناها في الاذر سايد يعني حطينا الفيلم هنا والناحيه الثانيه حطينا البيم كده انت قصدي. طيب قال لك البيم يا جماعه بتبقى بنطلعها ابورد شويه من سالب 15 لسالب 20 يعني بنحرك البيم الضوء بتاعنا اللي هو الكون بتاعتنا من سالب 15 لسالب 20 ديجري ونبدا نعملها سنترلايز بنحطها على البادي اوف ذا ماندبل تراك تحت الانفيرور بوردر اوف ذا ماندبل شويه. ده كده خلصنا اول تكنيك ويعتبر اسهل تكنيك عندنا. عملنا الانديكيشن اي انديكيشن شفت كلمه بادي اوف ذا ماندبل على طول اهي. الفيلم حطينا الفيلم ايه زي ما قلنا حطينا الفيلم اهو تمام مقابل الحته اللي عايز اصور فيها وزي ما اتكلمنا ان الفيلم ده بيبقى موازي للبادي اوف ذا ماندبل والهيد بوزيشن ملت 15 درجه تمام والفي بي من الناحيه الثانيه تحت الانفيرور بوردر اوف ذا ماندبل وعليته شويه من 15 ل 20 ديجري. تاني نوع عندنا عايزين نصور الريموس اوف ذا ماندبل هنا ده اللي عايزين نصور الريموس اوف ذا نفس الفكره برضه بس هنا بقى بص يا جماعه بكون يعني ايه موضع يعني حاطط الريموس اوف ذا ماندبل هي اللي مايله على الريسبتور اكتر وبرده العين بيبقى ماسكه بايده وبرده الكون جاي من الناحيه دي تمام. فهتلاقي نفس معظمها نفس الكلام هي نفس الفكره برضه بنصور الريموس بتاع الانجل اوف ذا ماندبل بنصور طبعا احنا الريموس بتاع فروم ذا انجل اوف ذا ماندبل تو ذا كوندايلر يعني ايه
بنصوره. لو فرضنا ان دي الماندبل، فده البادي اوف ذا ماندبل صح، هي بقى من اول الانجل لغايه الريمس، يعني الحته دي كده، الحته دي كلها اللي هي يا جماعه الحته دي اللي هي دي من الكوندايل لغايه الانجل اوف ماندبل، الحته دي، الحته دي كده، دي اسمها الكوندايل، من الانجل اوف ذا ماندبل لغايه الكوندايل الحته دي. تمام، جميل جدا. طيب اليوزز بنستخدم اول انديكيشن بتاعتها امباكت تيز برضو، لارج ليجن، اي فراكشر، كل ده في الريمس، يعني لو قال لك اي حاجه في الامتحان في الريمس اوف ذا ماندبل التكنيك بتاعك الريمس اوف ذا ماندبل. طب بنحط الفيلم ازاي؟ نفس الفكره برضو، الفيلم او الريسبتور بتتحط اجينس البيشنت تيك على الخد برضو بتاعه، تمام، وبيبقى يا جماعه هنا سنترد هنا على الريمس، اذا هو هو نفس الثاني بس هنا سنترد عليه. بس هنا هنا الريسبتور ماست بي بيزنت لازم فين هي سندرد على البادي اوف ذا ماندبل، هنا بس هتبقى سندرد على الريمس، كل حاجه ما عدا بس الريمس. تمام، هنا الريسبتور برضو از اولسو لازم تبقى برضو موازيه للريمس، اذا نفس كل حاجه، نفس بالظبط البادي اوف ذا ماندبل، الفرق بس كلمه ريمس وهناك بادي اوف ذا ماندبل. طيب الهيد بوزيشن برضو بتميل زاويه 15 درجه ناحيه الجزء عايز تصوره، نفس الكلام. البيم نفس الكلام بالظبط برضو دايركتد تو ا بوينت، هنا بس هنا هتبقى بوستيريور للثيرد مولر، هنا هتبقى بوستيريور للثيرد مولر. هنا يا جماعه لما كنا اتكلمنا على الانديكيشن، تمام، احنا قلنا كان الانديكيشن تعتبر يا جماعه الانديكيشن هنا من عند السكس، تبقى جايه من عند دايما السكس يا جماعه، يعني هنا الانديكيشن البيم يا جماعه تبقى جايه من او مش عند السكس او لا، هنا يعني يعتبر هنا زي ما انفير بورد اوف ذا ماندبل. هنا يا جماعه بنقرب البيم شويه من عند كانك عند الثيرد مولر كده، يبقى البيم بتاعتك بتبقى جايه بوستيريور تو ذا ثيرد مولر ريجن. تمام، بص كده بتبقى جايه كده من ناحيه كانك يعتبر بوستيريور شويه للثيرد مولر كمان، يعني ورا شويه عند التوبروستي كده لو بتكلم على ورا شويه. تمام، بس طبعا برده جايه من الاوبوزيت سايد، اهو ده الريسبتور ده الاوبوزيت سايد ناحيه ثانيه. تمام، برده بنطلع البيم، بص هنا البيم، بص تحسها مش ماشيه كده، مرفعينها شويه، مطلعينها شويه، مطلعينها من زاويه من سالب 15 لسالب 20 ديجري، وبرده بنحطها هنا على الريموس اوف ذا ماندبل، يعني نفس الفكره، هي نفس الكلام بتاع الثانيه بس الفكره هنا على الريموس اوف ذا ماندبل مش اكتر. كده احنا صورنا اللاترال فيو، نتكلم بقى على السكال ايمج، سكال ايمجينج، نصور بقى السكال نفسها. هنا السكال ايمجينج يا سيدي از يوز انك تعمل اكزامين للبون بتاع الفيس والسكال. تمام، طب اول نوع عندنا واحد اسمه لاترال اسفالومتريك بروجكشن، اسمه ايه؟ قال لك اسمه لاترال اسفالومتريك بروجكشن. بص كده يا سيدي، اللاترال اسفالومتريك بروجكشن في نوع تاني اسمه لاترال بروجكشن، عشان ممكن تقول لك في الامتحان، في نوع اسمه lateral projection وفي نوع اسمه lateral cephalometric projection. بص كده، lateral cephalometric projection فهو بص يا جماعه ده lateral cephalometric projection بيبين عندك ايه؟ قال لك بيبين رقم واحد رقم واحد رقم واحد رقم واحد رقم واحد soft tissue. اصلا lateral cephalometric projection اساسه بص كده يا جماعه soft tissue، بيبين لك soft tissue والبون، يعني بيبين لك السكالا اهو، شايف انا العظم كله وشايف soft tissue، ده lateral cephalometric. اما اللاترال من غير سفالومتريك بتبين العظم من غير السوفت تيشو، يبقى انت عندك اللاترال سفالومتريك بروجيكشن بتبين لك ايه؟ رقم واحد عندك السوفت تيشو. تمام، يبقى بتبين عندك ايه تاني؟ السوفت تيشو ده الاساس. فبتلاقي بتعمل ايه؟ بتقيم ايه؟ الفيشال جروس، وشك كبير ولا لسه، الديفلوبمنت بتاع الفيس بتاعك، تروما، خبطه، ديسيز، مرض، ديفلوبمنت، مش مهم ده كله، المهم عندي اكتب السوفت تيشو. بيقول لك يا جماعه ليه بتوضح السوفت تيشو؟ بيقول لك ذا سوفت تيشو اوت لاين اوف ذا فيس از مور ريدلي سين ويز ا فلتر از يوز. يعني بص كده، بنقوم يا جماعه حاطين واحنا بنعمل الاكس راي بتاعنا في اللاترال اسفالومتريك، انا بكون في اللاترال اسفالومتريك عايز اشوف السوفت تيشو بتاع الشخص ده، فببدا احط يا جماعه في الجهاز فلتر. الفلتر ده يا جماعه بيتحط عند الجزء بتاع الجزء بتاع الوش والحته دي، الجزء اللي هو السوفت بتاع الوش. الفلتر ده يا جماعه بيتحط زي ما قلت لك، قال لك ده بيعمل ايه؟ بليسد ات ذا اكس راي سورس، عند منطقه الاكس راي كده بيتحط الفلتر ده، او بين البيشنت والريسبتور. مين بيتحط الفلتر ده ليه يا جماعه؟ علشان يقلل الاكس راي اللي رايحه اللي معديه على السوفت تيشو بتاع الفيس بتاعك، يعني اي حته في سوفت تيشو عندك بنحط قدامها اسمه ده فلتر. يعني بص كده، ده مثلا وشك مثلا، الحته دي سوفت صح، نقوم حاطين فلتر في الحته دي، فلتر بين افاك مثلا وبين السورس. ليه؟ علشان تقلل الاكس راي اللي واقع هنا، فبالتالي تكون واضحه. فهمت قصدي؟ يبقى تاني، السوفت تيشو اوتلاين اوف ذا فيس قال لك از مور ريدلي، يعني بنشوفه سين، بنشوفه في امتى؟ قال لك لما بنحط فلتر. الفلتر ده بيتحط على الاكس راي سورس، بيتحط على الاكس راي نفسه، او ممكن يتحط بين البيشنت والريسبتور. ليه؟ عشان يشيل لك شويه اكس راي اللي بتعدي من السوفت تيشو اوف ذا فيس.
فبالتالي بيسرع الصوره بتاعت السوفت تيشو برولي اوف ذا فيس، يعني بيوضح لك ان هي تبقى واضحه. يعني كلمه برولي دي كلمه غلط، في ايرور في الموضوع بس ما عليك منها. تمام، بيوضح لك يعني الشكل او الايمج بتاع الصوره بتاعتك. اذا يا جماعه اللاترال سفيرومتريك بروجيكشن ده بتاع السوفت تيشو. طب ايه الفيلم بوزيشن؟ ده لسه اركز كمان. انا حاطط الفيلم اهو، بص كده الفيلم ده. اولا كده هو لو فرضنا دي الفلور مش دي الارض، دي الارض اهي. الفيلم ده يا جماعه عمودي على الفلور، صح؟ اه صح. طب وموازي لي، بص كده، ده في حاجه اسمها الميد ساجيتال. ايه الميد ساجيتال؟ لما نقسم الوش نصين، الخط ده اسمه ميد ساجيتال، هتبقى كده بعد شويه. ميد ساجيتال ده الخط اللي قاسم الوش نصين. الفيلم ده موازي للميد ساجيتال وعمودي على الفلور. هو حتى مش قايل لك الميد ساجيتال، فقال لك الريسبتور او الفيلم ده بيبقى بص ايه عمودي على الفلور ان ريسبتور هولدنج ديفايس. يعني ايه ريسبتور هولدنج ديفايس؟ يعني بص يا جماعه ان الريسبتور دي ممسوكه من فوق، جهاز ممسوك، يعني الريسبتور دي ممسوكه من فوق، مش انا اللي ماسكها هنا بقى، مش هنا انا اللي ماسكها، لا هنا الريسبتور ممسوكه نفسها. فهمت قصدي؟ جميل جدا. طيب يبقى اتكلمنا اول حاجه على الفيلم، نتكلم على الهيد بوزيشن. قال لك بص يا جماعه، اولا كده الوش دايما الوش اللي بشوفه بيبقى الليفت، هي دايما هو كده دايما الوش يشوفه الليفت، دايما بتميل على الليفت سايد. فقال لك هنا ذا ليفت سايد اوف ذا بيشنت هيد از بوزيشنت، تمام، تبقى مقابل ليه الريسبتور. اذا المقابل ليه الفيلم بتاعك او الريسبتور هو الشمال، تمام. طب هنا يا جماعه الميد ساجيتال بلاين ده الخط قلت لك قاسم الوش نصين، ماست بي الايند بيربنديكولار تو ذا فلور. يعني ايه؟ تعالى بقى نتكلم على الهيد بوزيشن. قال لك في الهيد بوزيشن لو عملنا ميد ساجيتال فلازم الميد ساجيتال ده يبقى بص عمودي على الفلور. اذا يا جماعه الهيد بوزيشن عايز يقول لك ايه؟ يعني هو راسه مش مايله يمين ولا شمال، ده في النص بالظبط. ليه؟ علشان يعمل لك خط كده يكون عمودي على الفلور. فهمت قصدي؟ فقال لك يا جماعه لو جبنا الوش الطفل وش البني ادم ده وقسمناه نصين اللي هو الميد ساجيتال بلين هنلاقي هو مبسط بيه الاين، يعني الاين بريبنديكولار عمودي على الفلور، تمام. طب وبص كده وموازي للفيلم، يبقى ميد ساجيتال عمودي على الفلور وموازي للفيلم، تمام. يبقى بص هنا اند ماست بي بيربنديكولار فلور اند بارل وموازي للريسبتور. طيب اسالك سؤال بقى صعب، توقع فرانكفورت لاين، فرانكفورت هيبقى موازي ولا عمودي على الفيلم؟ لو فرضنا ده الفيلم هيبقى موازي للفيلم، صح؟ يبقى قال لك فرانكفورت لاين، قال لك ماست بي بارل تو ذا سوري الفلور يا جماعه معلش، تمام. بص كده تبقى فاهمه معايا، دي الارضيه صح، الارضيه تحت اهي صح. طب فرانكفورت لاين اللي هو الخط انت اتوقع فاكره اللي هو كان الخط ده، خط من عند الاير كامل طب الخط ده فرانكفورت لاين. لو جبت فرانكفورت يعني تخيل معايا فرانكفورت لاين طالع كده، طالع لي اهو، بص كده الخط يا جماعه طالع لي، انت مش عارف متخيل معايا ولا لا، بس الخط من ورا هنا طالع لقدام، طالع لي يعني الخط ده من عند الودان ورا طالع لغايه العين. الخط ده يعتبر موازي للفلور، ما الفلور برده طالع لي، يعتبر الاثنين موازيين لبعض. ابسطها لك، دي الفلور اهو وده الشخص، ده عينه اهي ودي دانه اهي وده بقه، ده الخط اللي هو بص كده ده الفرانكفورت لاين من عند ودانه لغايه عينه سوري، صح؟ لحظه كده، ده الخط صح. طيب بص كده على الخط بتاع الارضيه، موازين ولا اهو؟ موازين لبعض اهو. فهمت قصدي؟ بس هنا عشان مديك وشه فانت مش متخيله معايا، فيعتبر موازي الفرانكفورت لاين موازي للفلور. طيب حاجه لازم تكون البيم يا جماعه، الاكس راي دايما، الاكس راي لازم تبقى عموديه على الفيلم دايما، من غير ما انت في الامتحان ما انتش عارف على طول اعرف الاكس راي دايما، ما عدا حالات معينه نتكلم عنها بعد شويه. الاكس راي لازم تبقى عموديه على الريسبتور دايما، الاكس راي بتبقى دايما جايه عموديه. فضلنا الاكس راي اهي، الاكس راي تعتبر جايه عموديه على الريسبتور بتاعك. اذا الاكس راي جايه عموديه دايما، تيجي من الناحيه الثانيه عموديه على الفيلم بتاعك. بص كده جايه عموديه على الفيلم بتاعك، تعمل لك زاويه قائمه، تمام. جميل جدا. يبقى ثانية يا جماعة الفيم قال لك السنترال راي از دايركتد ثرو اللي طالعة من السنتر اوف ذا ريسبتور، قال لك اند بيربنديكولار. يبقى السنترال راي الضوء ده دايركتد يعني رايح ناحية السنتر بتاع الريسبتور، رايح ناحية السنتر اهو، بص كده وعمودي عليه. تمام جدا، ده كده اللي هو اللاترال سفيرومتريك بروجيكشن. بعد كده النوع اللي بعديه حاجة اسمها بوستيريو انتيريور بروجيكشن. بص يا جماعة عشان نحفظها بعد كده، أي كلمة فيها بروجيكشن وقبلها كلمتين بنقسمهم. يعني نقسمهم؟ انت عندك يا جماعه مثلا احمد محمد، احمد ده يبقى الكون ومحمد يبقى الفيلم،
يعني ايه؟ يعني بقول لك بوسترو انتيرور، بوسترو انتيرور اي حاجه فيها كلمتين، الكلمه الاولانيه تبقى مكان الكون فين والكلمه الثانيه مكان الفيلم فين. يعني ايه برضو مش فاهم؟ بص كده بيقول لك بوسترو انتيرور بروجكشن، انا قلت لك مكان الاول كلمه عباره عن مكان الكون، يعني مكان الكون بوستيرو. يعني ايه؟ بص كده ده الكون بتاعت الاكس راي، ده وش العيان، ده الانتيرور وده البوستيرو. اذا الكون بوستيرو، ده الانتيرور وده البوستيرو، اذا الكون ناحيه البوستيرو. طب كمل معاك، انا قلت لك الجزء الاولاني الكون هو بوستيرو الكون، الجزء الثاني الانتيرور ده الفيلم. بص كده الفيلم فين؟ الفيلم انتيرور صح. اذا بوستيرو انتيرور بروجكشن نعرف منها ايه؟ ان عشان في الامتحان ان الكون بوستيرور والفيلم انتيرور. انت معايا؟ طب ايه الغرض ليه بنعمل بوسترو انتيرور بروجكشن ده؟ قال لك من الغرض من البوسترو انتيرور بروجكشن ان احنا نبدا نقيم الفيشال جروث بارتو ديفلوبمنت، لو كان في خبطه، لو كان في مرض، لو كان في ديفلوبمنت اب مشاكل، نشوف الفرونتال والازمويد ساينس، نشوف العيون الاوربت جزء الاوربت، نشوف النيزل كيف، نشوف كل حاجه. يعني ما تحفظهمش بصراحه، مش مهمين. يعني انك هنا بتشوف كل حاجه اصلا، انت بتشوف الوش يعتبر كله. تمام، جميل جدا. طب تتوقع هنا الفيلم يا جماعه، هنا الفيلم اهو، ده الفيلم اهو، ودي الفلور، عمودي ولا موازي للفلور؟ عمودي. واقول لك حاجه، في الامتحان اي فيلم اي فيلم اي فيلم اي فيلم في الامتحان عمودي على الفلور من غير ما تكمل. فهنا يا جماعه الريسبتور اللي هي الفيلم يعني is positioned perpendicular، عمودي على الفلور. ان ريسبتور هولدنج ديفايس، يعني كلمه ريسبتور هولدنج ديفايس هقولها تاني عشان مش هقولها تاني، ان هي الجهاز ده ممسوك، مش انت اللي ماسكه. يعني هنا الجهاز كان ممسوك، على عكس يا جماعه لما كنا بنصور اللاترال البادي والكلام ده كله كنت انت اللي ماسكه، هنا مش انت اللي ماسكه. تمام. طب بيقول لك ان اللونج اكسس اوف ذا ريسبتور از بوزيشند فيرتيكال، يعني يا جماعه معلومه ملهاش لازمه، بس اللونج اكسس على الخط، لو عملنا خط من الفيلم ده هتلاقي ان هو فيرتيكال عمودي، ما هو عمودي احنا عارفين، ما عليك منه مش مهم يعني. طب الهيد بوزيشن، هنا يا جماعه في الهيد بوزيشن قال لك ان هي بتبقى بص كده الفور هيد، العظمه اللي هي الفور هيد ونوزك لامسين الريسبتور، لامسين سوري الفيلم. تمام، يبقى انت عندك بتبقى الفور هيد راسك والنوز ومناخيرك بوث الاثنين بيمسكوا الريسبتور عندك. طب الميد ساجيتال بلان از الاين بيربنديكولار تو ذا فلور، لو عملنا ميد ساجيتال بلان يعني ايه؟ قسمنا الخط ده بالنص كده، او جبنا الخط وقسمناه بالنص، هنلاقي ان الميد ساجيتال بلان برده بيبقى عمودي على الفلور. تمام، اذا الميد ساجيتال بلان بيبقى جاي زي ما احنا قلنا يا جماعه عمودي على الفلور. تمام، يبقى هو الميد ساجيتال بلان عمودي على الفلور. طب تتوقع الفرانكفورت لاين بقى، اهو ده الفرانكفورت لاين اهو، بص كده نعمله كده، اللي هو الخط ده يا جماعه هنا تبقى ايه؟ موازي للفلور. اذا فرانكفورت لاين موازي للفلور، طب والميد ساجيتال عمودي على الفلور. فهمت قصدي؟ هي بس والله انت لو فهمت الرسمه هتتخيل كل حاجه. تمام، ده الهيد بوزيشن. طيب بعد كده نتكلم على الووتر بروجكشن. الووتر بروجكشن، الووتر بروجكشن يا جماعه بص كده التكنيك بيعمل ازاي، بتحط راسك ازاي. طيب الووتر بروجكشن بيصور حاجات كتير، بس مش هيسالك في الامتحان في الحاجات الكتير دي، الحاجه الوحيده اللي هيسالك فيه في الامتحان هيقول لك بيصور حاجه اسمها الماكسيلاري ساينس. شفت كلمه دي اللي احفظها، بس نصيحه عايز تحفظ الباقي ممكن تيجي في الامتحان الله اعلم، بس اللي هيتسال فيه الماكسيلاري ساينس ودي اهم واحده. الووتر بروجكشن ده بنسميه ووتر بروجكشن. تمام، ده بيستخدم في ايه يا جماعه؟ ايفالويت نقاي الماكسيلاري ساينس. طب ليه سميناه ووتر؟ ايه ووتر دي؟ بص يا جماعه الماكسيلاري ساينس ده المكان الوحيد لما بيجي لك برد بيتجمع فيه الفلويد والسوائل والكلام ده كله، صح؟ من الماكسيلاري ساينس، شفت لما يقول عندي برد يعني ايه عندك برد؟ يعني السوائل كلها بتتجمع في الماكسيلاري ساينس بتاعت وشك. الماكسيلاري ساينس اللي هي بتبقى اماكن موجوده في وشك بتاعتك. تمام، فعشان كده يا جماعه سميناها ووتر بروجكشن، عشان بنشوف فيه الماكسيلاري ساينس. عشان كده تخيل بقى، مش هيجي يسالك مثلا مين بنشوف فيه الاسمويد، لا هيقول لك مين بنشوف مين الماكسيلاري ساينس، هي الووتر بروجكشن. تمام، طيب هنا يا جماعه الريسبتور او بنحط الفيلم زي خلاص من غير ما نكمل، الفيلم بتحط ايه؟ خلاص احنا حفظناه عموديه على الفلور، خلاص تحفظ. والريسبتور هولدنج قلت لك مش هقولها تاني، انا قلتها كتير. تمام، وعرفنا برده يا جماعه ان اللونج اكس بتاعتها تبقى فيرتيكال عمودي برده، خلاص فهمناها. طب الهيد بوزيشن، راسك هنا يا سيدي هتبقى عامله ازاي؟ قال لك بص كده، هنا راسك انت بص رافع، رافع الشن دقنك ازاي، في طرفها لفوق ازاي، ليه؟ عشان تصور ده الماكسيلاري، عشان تاخدك الماكسيلاري ساين، تبقى رافع رافع راسك لفوق عشان تصور لك الجزء ده كله. تمام، يبقى انت هنا بتبقى ايه يا سيدي؟ البيشنت فيسز ذا ريسبتور، بيبقى مقابل للريسبتور يعني، اند اليفيت الشن، ويرفع دقنه.
لازم الشين يا جماعة تلمس الريسبتور الفيلم عندك. والتيب اوف ذا نوز از بوزيشنت نص تو 1 ملم انش اواي فروم ذا ريسبتور، يعني تبقى المناخير بعيدة حوالي من نص من نص لواحد انش كده. تمام، جميل جدا. طب بالنسبه للسنترال راي، السنترال راي بتبقى جايه برضو، قال لك جايه بتصور السنتر اوف ذا هيد، جايه مصوره السنتر اوف ذا هيد كله عشان تاخد معاها الماكسيلاري ساينس، وبتبقى زي ما قلنا برضو عموديه اهي على الريسبتور. تمام، جميل جدا. يعني تبقى جايه من هنا عموديه على الريسبتور. طيب السبمنتو فيرتكس بروجكشن، كلمة سبمنتو فيرتكس بروجكشن، كلمة سبمنتو يعني ايه يا جماعة؟ مبدئيا كده يعني هتصور الدقن من تحت. يعني ايه اليوزز بتاعتها؟ مش عايزك تحفظ الكلام ده كله، عايزك تحفظ كلمة واحدة، الزيجوماتيك. اساسها الزيجوماتيك ارش، الباقيين كلهم مش مهمين عندي. هو هيجي يسألك في الامتحان مين، مش هيجي يقول لك مين اللي بيصور لك الاسمويد، لا يقول لك مين اللي بيصور لك الزيجوماتيك. السبمنتو بتصور لك حاجات كتير، بس اللي بتركز عليها والمهم عندك الزيجوماتيك ارش، اساسها الزيجوماتيك ارش. إذا اليوز بتاعت السبمنتو فيرتكس بروجيكشن الزيجوماتيك ارك، بتصور لك عظمة الزيجوماتيك بول. طيب هنا تتوقع يا جماعة البيشنت هيبقى عامل ازاي؟ هنا البيشنت هيبقى عامل ازاي بقى؟ هنا البيشنت يا جماعة بننيمه، بص مش عارف الصورة مش واضحة، بس بننيمه على ظهره تمام، وبنخلي راسه، بص ده الفيلم اهو، ده الفيلم اهو، بنخلي يا جماعة قبط راسه لازقه في الفيلم، خبطه الفيلم، يعني بص كده بنخليه نايم اهو، ده فرضنا دي ايده اهي ودي ايده التانية وده جسمه اهو وده رجله اهو، بيبقى نايم كده تمام. ولازم تبقى راسه، لازم تبقى راسه قبط راسه خبطه للفيلم. طبعا يا جماعه هي البيم هو ناس بس معوقه عامه، بس البيم بقى تبقى جايه كده تمام. قال لك هنا بقى الفيلم بليسمنت، قال لك هنا هتبقى الريسبتور. طبعا احنا من قبل اصلا ما نشرح الفيلم موجود عمودي، احنا خلاص عموديه على الفلور، وبرده هنا فيرتيكالي نفس الكلام، لونج اكسترس كلها كلها نفس الكلام على فكره. طب الهيد بوزيشن، هنا البوزيشن اوف ذا هيد اند نيك ار تيبد باك، يعني كلمه تيبد باك بتقول راسه ملويه لورا. بص هنا لما قلت لك بص هنا راسه ملويه لورا صح، وغير كده كمان لازم يا جماعه تبقى الفيرتكس اللي هو التوب بتاعت السكال تاتش ريسبتور، اللي هي الفيرتكس دي، حته اسمها الفيرتكس، الحته دي اسمها الفيرتكس، لازم تبقى مقابله دي الريسبتور. طب بالنسبه للسنترال ري، السنترال ري بتبقى دايركتد، ده برده رايح ناحيه السنتر اوف ذا هيد تمام، ناحيه التشين. بص كده تبقى تحت التشين اهي، بص كده ماشيه ازاي تحت التشين، ده تحت الدقن يعني تمام. وبتبقى عموديه زي ما قلت ماشيه اهي عموديه على الريسبتور تمام، جميل جدا. بعد كده الريفرس داون بروجكشن، هنا الريفرس داون بروجكشن لو في فراكتشر دايما، يبقى reverse down projection دايما down projection is to identify لو في fracture في الكوندايلر نيك او في الريمس او دائرة. يبقى هنا لو دايما في كلمة دايما تميزها بكلمة fracture، قال لك في كاسر في الكوندايلر نيك او الريمس، على طول لما تشوف fracture يبقى تعرف. طب هنا الفيلم بتحط ازاي؟ هنا الفيلم بيتحط ايه؟ عمودية على الفلور ويبقى vertical، خلاص حفظناها. يبقى هنا نفس الفكرة، الريسبتور عمودي على الفلور وبرده الجهاز ممسوك لوحده ولونج اكسس فيرتيكال، خلاص حفظنا الكلام ده كله. طب هنا بقى يا جماعه البيشنت هنا تبقى راسه عامله ازاي؟ قال لك هنا بصه تبقى بصه لتحت، بص تبدي داون تمام، وبص وهي بصت لتحت وفاتح بقه، فاتح بقه على اخره تمام. يبقى هنا يا جماعه البيشنت فيس ذا ريسبتور ويد الهيد، الراس بتاعته تبدي داون بصه لتحت، اند ذا ماوس از اوبن از وايد، بيفتح بقه قد ما يقدر تمام. هنا الشين بتبقى دقنه ريست اون ذا شيست، يعني تبقى دقنه كده نازله تحت خالص عند الشيست عند صدره كده تمام. والتوب اوف ذا فور هيد تاتش، يعني ومنطقه الفور هيد، يعني بص كده المنطقه دي الشين هي بتبقى خابطه عند الشيست بتاعه، والفور هيد اللي هي الراس دي خابطه ماسكه الريسبتور. طب الضوء جاي منين؟ الضوء برده مصور هنا السنتر اوف ذا هيد وبيبقى ماشي عموديه على الريسبتور، خلاص كلام كله بيتعب مش كلام جديد. الترانسكرانيال بروجكشن، هنا ده بيصور ايه يا جماعه؟ ده بيصور السوبيريور سيرفيس اوف ذا كوندايل اند ارتيكولار ايمنس، ده بيصور الحتت اللي فوق بس بتاعت الكوندايل والارتيكولار ايمنس تمام. ده غير ان هو بيصور برده حركه الكوندايل والاوبن والكلوز وشويه الهبل ده كله تلاقي فوقك منه. طب الفيلم بليسمنت هنا بيتحط ازاي؟ انا قال لك من ناحيه الاير، بص ده الفيلم بليسمنت عند الاير عند الودان كده، الودان هي اللي لمسه ده الفيلم اهو تمام. فهنا يا جماعه الريسبتور للفيلم از بليسد اجينست ذا بيشنت اير and centered over the TMG، يعني يعتبر كده ال TMG يعتبر centered ليه، يعتبر في النص ليه يعني. طيب السنترال ري، هنا يا جماعة السنترال ري is directed toward a point 2 inch above and نص inch behind the opening of the air. يعني السنترال ري يا جماعة بتبقى بص جاي كده، بص جاي كده، هنا قال لك عبارة عن ايه؟ يعني عبارة حوالي 2 inch فوق and نص inch تحت الopening of the air،
بص كام، 2 انش يعني، بص كام ماشيه كده، 2 انش من فوق هنا وفي نص انش من تحت في الايدير يعني، فضلا الودان كده اهي، فهي بتبقى جايه كده 2 انش فوق ونص انش تحت، جايه في النص كده يعني. تمام، يبقى توورد 2 انش above and نص انش behind the opening of the ear canal. تمام، برضو البيم لازم تبقى قال لك is directed downward. بص كده نازله كده، بص نازله لتحت داونورد. طب الانجيوليشن بتاعها بتبقى حوالي قد ايه؟ الانجيوليشن بتاعها بتبقى موجب 25 degree. تمام، طب طبعا يا جماعه بتبقى داونورد اند فورورد، يعني نازله لتحت وطالعه لقدام. بص كده نازله لتحت وطالعه لقدام، يعني داونورد مش داونورد اند باكورد كده، كده داونورد اند باكورد، كده داونورد اند فورورد. تمام، طيب وتبقى ناحيه سنتر ناحيه التي ام جي يا جماعه، عشان نشوف، عشان ده لان التي ام جي ده الحاجه اللي احنا عايزين نشوفها. تمام، البانوراميك ايمجينج، نتكلم عن البانوراميك ايمجينج اللي هو بقى البانوراما بتاعتنا. البانوراميك ايمجينج ده يعتبر اكسترا اورال تكنيك بيستخدم ان هي عشان نعمل اكزامين ونشوف الدنتال، اللي قال لك لو تسمح بالدنتال بروفيشنال هو الدكتور يعني ان هو يشوف لارج اريا مساحه كبيره من المجزلة والماندبل اون سنجل بروجيكشن، ليه تكنيك واحد بس. البانوراميك ايمج ده يا جماعه شودنت بي يوزد ان تو دايجنوز الكيرز، يعني ما ينفعش نستخدم البانوراما عشان نشوف مثلا شويه كيرز، نشوف شويه بريدونتال ديزيز، شويه بريابيكال ليشن، مفيش الكلام ده تجيلك في الامتحان. هيقول لك ينفع نستخدم البانوراميك ايمج مع شويه كيرز صغيرين؟ فعش الكلام ده، هل ينفع نستخدمه مع شويه بريتونتال؟ لا، ده حاجات كبيره. البانوراميك ايمج شودنت بي يوز از كبديل للانترا اورال، دي قاعده لازم تكون عارفها. البانوراميك ايمج شودنت بي يوز، ما ينفعش يستخدم كبديل لكبديل للانترا اورال بروجكشن. طيب ايه التكنيك بتاعه؟ قال لك حركه الريسبتور والتيوب هيدز دي بتاعه الايمج بتاعه، قال لك بتديك حاجه اسمها توموجراف. ايه التوموجراف بتاعنا ده؟ كلمه تومو وكلمه جراف. كلمه تومو يعني يا جماعه، كلمه تومو معناها ريفير تو سيكشن. كلمه ريسكشن يعني التومو يا جماعه. بص كده، هو هنا يا جماعه بص كده، هنا مصور سيكشن واحد، يعني مصور صوره واحده. يعني يا جماعه عايز اقول لك هو بيصور المجزلة والماندبل بس، المجزلة والماندبل ما تاخدش حاجه غيرهم. كلمه تومو يا جماعه معناها عارف، يقول لك ان هو ايه، يعتبر إيه، بص هنا بيقول لك ايه، بيسمع بايه، صوره لوان لاير، طبقه واحده بس، اور سيكشن، جزء بس، سيكشن. اذا تومو معناها ايه؟ سيكشن. عشان كده يا جماعه ايوه البانوراميك حلو، بس البانوراميك ما بيوريكش كل حاجه. البانوراميك يا جماعه يوضح لك حاجات بس ما اعرفش يوضح لك حاجات تانية. بص كده، هنا البانوراما مثلا، هنا بانوراما موديك هنا مثلا، هنا في بلب موجوده وفي انامل، بس هو مثلا موديك مثلا في مشاكل مثلا هنا مثلا، هل يوريك مثلا، ممكن يوريك اللامينا ديورا، هل موريك البريدونتال ليجامنت، مش يوريك اي حاجه، هل موريك مثلا في كيرز هنا هتشوفه مش هتشوفه. تمام، ليه يا جماعه؟ لان هو عنده حاجه اسمها تومو، يعني ايه سيكشن، يعني يعتبر الايمجنج تكنيك بتاعه اللي بيسمح بايمجنج تو وان لاير، طبقه واحده او سيكشن اوف، يعني ايه مثلا اوف ذا بودي، يعني جزء بس معين. وايل ويعمل بلارنج، يعني يعمل بلارنج، يعني ايه خلايا مدوخشه كده، هو الصوره مش واضحه، يعني كلمه بلارنج يعني الصوره، عارف كده بيقول لك الدنيا ضباب، اللي هو الدنيا الصوره مخدوشه، الصوره مش واضحه، يعني بيعمل بلارنج كده يخليها مش واضحه، بيعمل بلارنج للايمج بتاعت الاستراكشر ان اذر بلان، يعني هو يصور لك جزء بس معين، سيكشن بس معين، ما يصورلكش اي حاجه ثانيه. يعني من الاخر كده هو بيصور دايما المانديبل والمجزله بس، ما بيعرفش يصور اي حاجه حوالينا، اي حاجه بصراحه ما بتبقاش واضحه. عنده حاجه اسمها فوكال تراف. قال لك ان برامج ايمجي، يعني كلمه فوكال تراف از ا ثيوريتيكال كونسبت، ده كلمه معينه او تعريف معين يستخدم انها بتحدد وير ذا دنتال ارش ماست بي بوزيشن تو اوبتين ذا شاربست ايمج. يعني يا جماعه بص يا جماعه، هنا يا جماعه لما جت تصور دي حاجه اسمها الفوكال تراف، دي اكتر حته في عندي، مثلا انا مثلا عايز اصور الماندبل بس، لما اجي اصور الماندبل والمجزله مثلا، تيجي في الماندبل تلاقي ان الفوكال تراف اللي هو منطقه الماندبل الحته دي بس، الحته دي مش هتبقى واضحه عندي قوي. تاني وانا مثلا بتكلم مثلا عن الماندبل، وانت في الماندبل تلاقي ان البانوراما يا جماعه يجيب لك مثلا الحته دي كويس قوي، الحته دي ما يجيبهاش واضحه قوي، يجيب لك مثلا يجيب لك الكوندايل بس مش واضحه قوي. ليه؟ عنده حاجه اسمها فوكال تراف، تركيزه كله في حته معينه. البانوراما يا جماعه بيكون ليه تركيز معين في حته معينه، الحاجات الباقيه بيعملها بلارد ايمج، يعني ما بتبقاش واضحه، هو بيبقى تركيزه لحته معينه، دي حاجه اسمها فوكال تراف، مركز في حته معينه، يعتبر في عيب، ده يعتبر عيب فيه طب. فيعتبر قال لك عنده فوكال تراف في البرنامج ايمجنج، ان الفوكال تراف ده بيبقى من خلاله قال لك يعتبر ثيوريتيكال كونسبت، ده كونسبت معين بيستخدم ان هو بيحدد ايه وير ذا دنتال ارش، فين مكان الدنتال ارش اللي ماست بي بوزيشن. يعني ايه؟ انا بحدد يا جماعه، بحدد بق العيان وشكل العيان علشان الفوكال تراف دي، يعني انا عارف مثلا الفوكال تراف ينزل شويه، فبقول الحته اللي عايز اصورها بخلي العين ينزل عندها شويه عشان تبقى اكتر حته واضحه عندي، تو اوبتين شاربست ايمج، اكتر صوره واضحه. تمام،
طيب اذا الفوكال تراف ديت قال لك كان بي ديفايند از 3 دايمنشنال كيرفد، تعتبر كيرفد من 3 دايمنشن تمام، ان ويتش من خلاله الاستراكشر ار كلير. هنا الاستراكشر هيبقى كليرلي ديمونستريت، هيبقى واضح جدا جدا اون بانوراميك ايمج. طب اي حاجه غير الفوكال تراف مش هتبقى واضحه، عشان كده بيقول لك لازا استراكشر اللي موجود داخل الفوكال تراف ابير حاجه اسمها ريزونبلي ويل دينايد اور ريزلتنج بانوراميك، يعني واضح قوي قوي قوي، وايل ذات بوزيشن اوتسايد الفوكال اللي بعيد عن الفوكال تراف ابير بلارد اند نوت ريدلي فيز، مش واضح قوي تمام. بيقول لك يا سيدي ان معظم البانوراميك اكس راي ماشين الفوكال تراف از نارو ان ذا انتيرور ريجن واي وايد في البوستيرور. حاجه احفظها كده، ان لو جيت في الانتيرور البوستيرور بيبقى الفوكال تراف ده في الانتيرور تيز قوي بيبقى نارو ضيق كده مش واضح قوي، على عكس البوستيرور بيبقى وايد تمام. جميل جدا. طيب ايه مكونات البانوراميك اكس راي؟ البانوراميك اكس راي ده الموجود في ممكن يبقى على هيئه، ممكن يبقى فيه ديجيتال او فيلم بيست تمام. لو جينا نتكلم على الفيلم بيز اللي هو الشكل الطبيعي بتاعنا، البانوراميك اكس راي عباره عن ثلاث حاجات، تيوب هيد نفس الانترا اورال فكره، تيوب هيد وهيد بوزيشن واكسبوجر كنترول. اكسبوجر كنترول ده اللي هتدوس عليه الاكسبوجر اللي بيبقى فيه التايم وفيه كل حاجه، والتيوب هيد نفس الكلام. فقال لك اول حاجه نتكلم على التيوب هيد، قال لك التيوب هيد هي نفسها بالظبط الانترا اورال اكس راي بالظبط في كل حاجه، كلها في كل حاجه كلها قال لك H as element used to generate the electron، كلهم نفس الوظيفة ان هما يديك برضو الالكترون والتارجت وكل حاجة نفس بعض. امال ايه الاختلاف؟ يعني كل الكلام ده كله مش مهم، الاختلاف في الاصفر ده. الاختلاف بقى بيقول لك ان الكوليميتر اللي بنستخدمها في البانوراميك اكس راي ماشين از ليد بليت، اول حاجه بتبقى مصنوعه من الليد. ايه هو؟ قال لك وايل ان اوبننج ان ذا شيب اوف ذا نارو فيرتيكال سليت. يعني ايه يا جماعه الفرق بين دي ودي؟ ان البانوراميك اكس راي بتبقى الشكل بتاع الكوليميتر بتاعها فيرتيكال سليت، حته كده عامله كده اسمها فيرتيكال سليت، حته عامله كده، ده الفرق بس. الكوليميتر هناك فاكر لو كانت اشكال تانية مختلفه خالص، كانت الكوليميتر هناك اشكال تانية، يعني في سيركولر وكلام يعني وتريانجولر والاشكال دي، هنا لا تبقى شكلها فيرتيكال سليت، حته كده شكلها فيرتيكال سليت. اذا يا جماعه التيوب هيد نفسها في كل حاجه، الفرق الوحيد ان الكوليميتر في البانوراميك اكس راي بيبقى شكل اول مصنوع من الليد، تاني حاجه ان الفتحه بتاعته شكلها بيبقى نارو سليت بس. طب الهيد بوزيشن راس العيان، مش عارف فيه صوره هنا، راس العيان تتوقع راس العيان تبقى عامله ازاي؟ انت عندك في حاجه اسمها الفرانكفورت لاين بيبقى موازي للفلور، طب والميد ساجيتال بلان بيبقى عمودي على الفلور. فبص هنا بيقول لك وهيشرحها لك انا هشرحها بعد بار تاني بعد شويه. البوزيشن بتاع الهيد بوزيشن قال لك الكونسيست اوف شين ريست، انت لو جيت تبص بقى على الايه الحاجات اللي بتحطها في الوش عندك، بص كده يا سيدي، مش عارف المشكله ان في صوره واضحه عليها. طب تخيل معايا دلوقتي ان انا بعمل عليك اكس راي، بحط لك اول حاجه شين ريست، يعني شين ريست حته بتحط عليها دقنك حلو، وبعد كده نوتشد بايت بلوك، وبعد كده يا جماعه الحته اللي حطيت عليها دقنك دي بيطلع منها حاجه كده تحط عليها بقك عشان تدوس عليها باسنانك، تدوس عليها باسنان. يبقى تاني عباره عن ايه؟ تاني عباره عن شين ريست حته بتدوس عليها دقنك تاني، يعني حاجه اهو بص كده فضلا ده شكل العيان اهو، بص تكتب يا عم، بص هو بدا يعلق، اللايبات بدا يعلق وربنا يستر بقى عشان نسيت. هو بص يا جماعه يعني طب اللايبات بدا يعلق، فركز معايا. طب لحظه تاني بنشتغل بقى، طب لحظه برضه، طب بص يا جماعه ركز معايا، انت دقنك اهو، تخيل معايا انت دقنك سنين، شفت يا جماعه لما روحت كشفت عند دكتور العيون، لما تحط على دكتور العيون بيقول لك حط دقنك كده على حاجه عشان تبص على حاجه بعيده قوي كده، شوف حاجه شبه الشين ريست بتحط على دقنك حلو، بعد كده الشين ريست اللي حاطط على دقنك دي بيطلع منها حته صاموله او بيطلع منها حاجه تحط عليها سنانك، حاجه اسمها بايت بلوك، بتكون دايس عليها تمام. طب وبعد كده بيكون في حته ثانيه، في ريست ثانيه على فور هيد ماسك الراس بتاعك من فوق، وفي واحده كمان ريست على اللاتر. اذا عندك كام ريست؟ ثلاثه، واحده ماسكه الدقن بتاعتك، واحده ماسكه راسك من فوق، واحده ماسكه راسك من الجنبين تمام. طب قال لك ده شين ريست اللي هي اللي عند الشين ريست والبايت بلوك دول مسؤولين ان هم يعمل لك سبلايز يحافظوا على الاسنان، الدنتيشن بتاع الانتيرور بوستيرور دايركشن، الاسنان من الانتيرور بوزيشن تحافظ على الانتيرور بوستيرور دايركشن بتاعك، منطقه الانتيرور بوستيرور بتاعتك. اما اللاترال هيد اللي على الجنبين دي وظيفتها انها تحافظ عليه ستابلايز للهيد بتاعتك في الفيرتيكال والهوريزونتال بلين. الفور هيد تعتبر هي يعني تعتبر الفور هيد واللاترال هيد الاثنين مسؤولين عن الفيرتيكال والهوريزونتال بلين. اذا تاني الهيد بوزيشن بنحط لك شين ريست حته تحط عليها دقنك حلو، وحتى الشحن مش مظبوط ما عارف ايه النهارده لايبات، شين ريست، شين ريست طالع منها حته هتحط عليها باسنانك حاجه اسمها بايت بلوك حلو، وبعد كده فور هيد ريست حاجه ماسكه راسك من فوق، وبعد كده لاترال هيد حاجه ماسكه راسك من الجنبين.
الشين ريست اللي هي ماسكه دقنك مع البايت بلوك بيحافظوا لك على الدنتيشن بتاع سنك كلها انترو بوستيرو. واللاترال المفروض تزودها او المفروض تعرفها ان اللاترال والفور هيد الاثنين دول بيحافظوا على الفيرتيكال والهوريزونتال بلين بتاعك. طب اخر واحده ليه الاكسبوجر اكت، وده بقى اللي هو الحاجه اللي بتدوس عليها الاكسبوجر. دي عباره دي بتبقى ممكن تبقى ملي امبير او كيلو فولتج والتايم. دي بنعملها دي اللي بتبقى طبعا ذات دي حاجه اسمها ديترماين بتحددها بقى المانيفاكتشر، يعني الجهاز اللي عامل يعني سوري الشخص اللي عامل الجهاز ده هو اللي بيكون حاسب كل حاجه. يعني مش مهم تحفظ، اعرف بس اكسبوجر اكتور زي ملي امبير والكيلو فولتج والتايم بس. طيب اللي جاي بقى دي اهم حاجه البوزيشن بتاع اللس. اول حاجه البوزيشن بتاعك يبقى سباين، طب واقف كده سباين تمام. قال لك بتقول ان البيشنت تو سيت اور ستاند، يقعد يقف، بس لو هيقف يقف على اخره as tall as possible، يعني يقف على اخره كده يبقى واقف مستقيم. يعني واقف مستقيم كده، شفت كده؟ مع حاول انك تقف مستقيم هتلاقي ان كتفك بيرجع لورا شولدر باك. فلازم يقول لك the spine must be perfectly straight، لازم توقف straight تمام. طب تعالى اسنان البوزيشن بتاع الاسنان بتاعك، تقول لي ان طبعا زي ما قلت لك ايه البوزيشن بتاع الاسنان بتاعك، انستراكت تقول لي البيشنت ان هو يعض على الـ اسمه ده البايت بلوك. يبقى ان زي ما قلنا انستراكت البيشنت تو بايت ان ذا جروف، الجروف اللي موجود فيه البايت بلوك بتاعك ده. ليه يا جماعه؟ ان البايت بلوك يا جماعه ده المكان بتاع الفوكال تراف. فاكر الفوكال تراف لما قلت لك دي اكتر حاجه بتوضح هي دي. قال لك ديس الاين بيحدد الاسنان تبقى موجوده على الفوكال تراف. طب بالنسبه للبوزيشن للهيد، قال لك الميد ساجيتال بلان لازم يكون عمودي على الفلور تمام. طب بالنسبه للفرانكفورت، فرانكفورت لازم يبقى موازي للفلور تمام. جميل جدا. طب ايه بنستخدم البانوراميك ايمج في ايه؟ فاكر يا جماعه وظايف البلين اكسترا فيلم هي وظايف البانوراميك. نوضح يمكن يكتب محمد. اول حاجه هيوضح الدنتيشن، هيوضح لك الاسنان والسبورتنج ستراكشر وما حولها، هيوضح لك لو في اسنان مثلا امباكتد او الكلام ده كله، بتاع الاورثو بتاع جروث والديفلوبمنت، ولو في ايربشن او اي حاجه من الحاجات دي كلها، يشوف اي مرض، يشوف امتداد لاي مرض، يقوم الكتروما. هي نفس الكلام بتاع البلين اكس راي فيلم لو انت فاكر. اخر حاجه نقولها مع بعض عشان نخلص الشابتر، ايه مميزات وعيوب البانوراميك. اول ميزه في البانوراميك يا جماعه اللي هو لارج فيلد سايز، هيصور لك مساحه كبيره جدا جدا، هيغطي زي قال لك كفر بيغطي الانتاير ماكسيلا اند معظم الماكسيلا والمانديبل. طب ايه العيب الناحيه الثانيه؟ الكواليتي. طبعا الكواليتي بتاعته بتقل كل ما الحاجه تكبر، الكواليتي بتاعتها بتقل. قال لك ذا ايمج سين اون ا بانوراميك ايمج ار نوت ذا شارب، يعني ايه يعني ما تبقاش شارب، ما تبقاش واضحه قوي يعني. طب تاني حاجه من المميزات بتاعه البانوراميك السمبلستي، سهله جدا سهله جدا وسيمبل خالص. الاكسبوجر بتاع البانوراميك ريسبتور از ريليتيفلي سيمبل والريكوير مينيمال، طب يعني محتاج وقت قليل، الاكسبوجر سهل والعيان ما بنرخمش على امه ولا نحط له حاجه في قفايه ولا حاجه في بقه ولا اي حاجه، الدنيا سهله. طب ايه العيب بتاعها؟ عندها سمول فوكال، فاكر الفوكال ترف قليله خالص. فاوبجكتس الاوبجكت اوف انترست ذات ار لوكيتد اوت سايد، يعني ممكن يا جماعه عندك حتت انت عايز تشوفها بس كانت للاسف بعيده عن الفوكال ترف مش هتعرف تشوفها، فده يعتبر عيب كبير. طب من المميزات بتاعه البانوراميك patient cooperation، البيشنت متعاون معاك، اصل انت بتحط حاجه في بقه ومش مرخم عليه فالبيشنت متعاون معاك قوي. طب من عيوبها يا جماعه الديستورشن، بتبوظ بسرعه. ليه يا جماعه؟ الايه يا جماعه قلت لك عندها الصوره بتاعتها مش واضحه فبتكبر قوي الصوره، فتلاقي دايما الصوره بيحصل لها ديستورشن اوفرلاب، الصوره بتخش على بعضها وتبقاش واضحه خالص. اوفرلاب هنشرحها بالتفصيل الشابتر الجاي تمام. طب من المميزات الاخيره ان هي بتعتبر دي اهم واحده فيهم اصلا مينيمال اكسبوجر، العيان ما بتعرضش الاكس راي كتير. هنا ليه يا جماعه؟ لان يا جماعه لو انت عايز تصور انترا اورال فيلم للعيان اسنانه كلها عايز محتاج 14 فيلم، 14 فيلم علشان تصور انترا اورال عشان تصور الاسنان كلها، على عكس البانوراميك ايمج ده واحده بس هتصور لك كل الاسنان ولا في 14، هي واحده بس، فيعتبر انت قللت من نسبه الاتعاب. طب اخر العيب اللي فيها بقى ان هي غاليه جدا 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 جدا. تمام يا جماعه؟ جميل جدا. دي هنشرحها بقى، دي تبع العملي مش تبع النظري تمام. جميل جداً.